برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن كل يوم بتكلم وبقول أنا وأحمد إن البطولة لم تحسم بعد، إنه لسه قدامنا مشوار طويل، إن لسه بدري قوي على إن إحنا نحتفل أو نفرح. طبعا حقنا إن إحنا نفرح بالإيجابيات اللي شفناها في مباراة الذهاب، ولكن خلاص وقت فرحتها خلص. اللي جاي أهم جدا، مباراة العودة يوم الجمعة على استاد القاهرة مهمة جدا، واللي مطمنة الحقيقة أنه ده كلام موسيماني، ده كلام المدير الفني، وأن اللعيبة كلها مركزة وفاهمة أهمية وصعوبة المباراة اللي جاية. ولما بقول صعوبة أنا مش بصعب الدنيا علينا ولا على نفسنا، ولكن لسه الكرة في الملعب، لسه البطولة ما خلصتش. احنا بننافس فريق الوداد، مش معنى ان احنا كسبناه على ارضه بهدفين نظيفين ان هو فريق سهل او ان المباراة اللي جاية هتبقى اسهل. لا، ده فريق عريق ودي تاريخ كبير قوي في الكرة الإفريقية، فما ينفعش أبدا أن أنا استهين بيه. وأكتر حاجة غلط ممكن تحصل في الرياضة بشكل عام، مش بس كرة القدم، أن أنا استهين أو استهون بالخصم بتاعي، سواء كان الوداد، سواء كان الرجاء، سواء كان الزمالك. أنا دايما بقول أن البطولة دي عليها زخم أكتر من أي مرة شفت فيها دوري أبطال أفريقيا. الأربع فرق أقوية جدا، احنا بنتكلم على الأول والتاني في مصر تقريبا، والأول والتاني في المغرب. بطولة كبيرة والمنافسة كبيرة، ولازم أبقى مركز قوي إن أنا لحد دلوقتي ما خدتش البطولة. أنا لما عدي المباراة اللي جاية بإذن الله على خير، أنا لسه عندي مباراة النهائي، ودي برضو مش هتكون أبدا مباراة سهلة، سواء كان الخصم هو الرجاء أو الزمالك، ولا إيه يا أحمد؟